كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. معنا الأخ ميكانيكي بمدينة خنيفرة. واش شك جيتي هنا باش تخلص الضوء والماء؟ شنو كتقول؟ انا ما بقيتش باش نخلص الضوء دابا. ما بقيتش باش تخلص؟ خدامين ولا واقفين دابا حاليا نتوما؟ واقفين حنايا الخدمة، ما خداميش في ظل هاد الأزمة هادي. الخدمة ما كايناش. شنو كطلب دابا من السلطات المحلية؟ كنطلب نشوف واش غايديروا معنا. ما جيتي قلتي لي بغيتي دير شي طلب ديال الإعفاء راهي تما تفوت هاد الأزمة. ما لقينا باش نتخرجوا. أخ عزيز، انت كحرفي كدير الحرفه ديالك لا موزيك، شنو كتقول لنا على الجائحه ديال الكورونا وشنو الظروف ديالك المعيشيه؟ اش نقول لك، هاد الساعه راه واقفه الحركه، ما خدامين. قال لك تدخلوا لديوركم، حنا داخلين ديورنا. واني راه عباد الله ما لقيت باش غطرف الماء والضوء والناس ما خداميش وحنا جالسين في الديور. والغالب الله هاد الساعه راه كتشوف الاوراق ديال الضوء جالسين، كاين اللي عنده جوج، كاين اللي عنده الماء. هو كنشوفهم الدوله ولا شي حل ولا السلطات يديروا لنا شي حل على هذا الشيء، راه بزاف على المسكين. الخدمه وقفتوا منها دابا؟ وقفنا من الخدمه، سدوا الدركريات، ما بقات لا سيما لا والو. لا حنا جالسين دابا قالك وقفوا، ما كاين لا خدمه لا والو. احمد كنشوفوك هنا جيتي تخلص الماء والضوء هنايا. اخويا ما جيت نخلص لا والو، ما عندنا اصلا باش غادي نخلص في ظل هذه الازمه هذه. واقفين من الخدمه. وهاد الناس هادو صيفطوا لنا واحد الورقه على اساس انهم اذا ما خلصناش غادي يجيو ياخذوا لنا العداد. وحنا راه ما عندناش باش غادي نخلصوا في ظل هاد الازمه هادي حتى تفوت ان شاء الله، وراه ديك الساعه غادي نديو الواجبات اللي علينا. واش بداو في الشروع ديال قطع الكهرباء والماء على الساكنه؟ بداو تيصيفطوا الانذارات، انذارات للناس على اساس غادي يجيو يخلصوا. ولكن مثلا تشوف راه كاينين الناس هنا هما راه جاو تيخلصوا رغم الظروف. هاد الناس راه ما لاقين ما تاكل، عاد غادي يجيو واش غادي يخلصوا الدور؟ هذا عيب. وهذا الشيء اللي كنشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.